تبيض طلب بنا لتأطير هذه الندوة المجعلة تحت عنوان القراءة في قانون الإدارة 5/17 متعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي. كما أود أن أشكر السي حسان عامر، أستاذ رفيق، أستاذ يوسف على الحضور ديالو الشرف لينا في العرايس، أستاذ بن حيون الحضور ديالو معنا شرف لينا. وكنتظن هذه الندوة هذه هي افتتاحا لهذا الموسم هذا 2020. وكما أن المكتب المحلي سطر عديد من الأنشطة والبرامج التي تهدف إلى تأطير القطاع التلميذي والنهوض بالقطاع التعليم في إقليم ديالنا العرائش. وكنتمنى الدعم ديال السي تاج، وكنتمنى الدعم ديال ساكنة العرائش للجمعية ديالنا. وشكرا.